قول لي انت باش المشاهد تاعنا يشوف إيه؟ عندها 6 ايام اللي محمد إيه؟ آه عندها 8 ايام ملي نتعبك باللي ركب راح على بالي راح صح الحادثه واش تقول انا هبطت المدينه تاع بيرا اليوم إيه؟ حكيت مع ناس ناس قالوا لي باللي عندهم 8 ما بانوش بان واحد بان واحد خرج قال باللي تقلبت الفلوكه ما في احنا باش نزربوا الاحداث نروحوا باللي باش يفهموا الناس شحال كان من واحد في البوطي شحال البوطي راهم يقولوا 12 واحد صح 12 واحد بوطي خرج عندها 8 ايام 8 ايام والحكايه اللي متفقين عليها واش راهم يقولوا واش راهم يقولوا راهم يقولوا واحد زلك وواحد شنو واحد وصرى للبوطي والبوطي راه يقول لك باللي ودي واش راهم يقولوا قال لك تخلوا الماء فهمني كيفاش تخلوا الماء كيفاش تخلوا الماء ما على باليش راه يقول لك مشينا واحد الكميه كيلومتر قطعنا نقيسوا بالماء لحقنا الماء قال لك قصنا جيريكات فهمني كيفاش قال لك جا بابور تاع شناوه فايت بابور تاع شناوه كيفاتو شافو قال لك سينيالاني لا مارين قال لك جات رفدتني باش يفهم المشاهد يعني هذا اللي لقاوه لقاوه كيما قال هو اللي حكى الحكايه هو الحكايه هذا انا وصلت عنده هذا شاهد تاع عين النعجه تاع الدويره وراه قاعد في عين النعجه قال كيفاش قال لكم قال لك كيفاش سلكت كيفاش حكى لكم سلكت قال لنا كيفاش سلكت قال لنا كنت بجيريكو رابط روحي بتريكو فهمني كيفاش قال لك ما حبش يرفدني سينيالاني كي جات لا مارين رفدتني كي رفدتني دخلتني قال لك تقدموا جاو لابوليس داوني ودار السيد علي كلامك هو الكبير واش هو النداء ديالك السلطات الجزائريه الشعب الجزائري البحري الجزائري يا خوتي انا عاونوني يا خوتي انا راني مضرار يا خوتي فهمني كيف ولا ما عنديش عندي ربي عندي عائليه انا وتفرك هم خوتك هم خوتك ستر علي حطبوني 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 حياتي حياتي عطبوني حطبوني حطبوني حياتي حطبوني شوف عمي سيدي علي اسمعني مليح ثق انت في ربي سبحان الله الحمد لله انا مسلم ان شاء الله تطلع خير شباب انا ما نسمع حتى الواحد اليوم ما نسمعش نهائيا انا واش درت لكم بلايا ثق في ربي سبحان الله امين يبانوا ان شاء الله ان شاء الله يبانوا ان شاء الله ان شاء الله ما كاينش لما نشتكي شكي ربي سبحان الله هو اللي داري هو اللي راه عارف